أعلن الرئيس البيروفي الأسبق مارتين فيزغار الذي أقله البرلمان مطلع نوفمبر الجاري على خلفية قضية فساد محتملة اعتزامه الترشح للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها أبريل المقبل. وقال فيزغار: تتطلب التحديات الكبرى المثيلة أمام البيرو اليوم أن نضع أنفسنا مجددا في خدمة الشعب. وأضاف: سأرأس قائمة مرشحي حزب سوموس بيرو لانتخابات البرلمان لمواصلة الإصلاحات التي تؤهلنا لبناء بلد أكثر عدلا ومساواة. وقال الحزب في رسالة نشرتها رئيسته روزا باتريسيا لي إن الرئيس الأسبق دعي إلى ترأس قائمة المرشحين لسوموس بيرو. وتولى فيزغار البالغ من العمر 57 عاما منصب رئيس للبيرو من مارس 2018 إلى 9 من نوفمبر الجاري، عندما عزله البرلمان من منصبه على خلفية اتهامه بتلقي رشاوي عندما كان حاكما لجهة موكيغوا جنوب البلاد، وهي التهم التي ينفيها الرئيس الأسبق. وتسببت إقالته في أزمة سياسية حادة بالبلد الجنوب أمريكي رافقتها مظاهرات حاشدة على مدى أسبوع. واضطر رئيس البرلمان في تلك الفترة مانويل ميرينو الذي حل مكان فيزغار في الرئاسة إلى الاستقالة بعد 5 أيام من توليه مهامه الجديدة أمام ضغط المظاهرات.